الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية حاجتها إلى 6 أشهر قادمة للوصول إلى مسودة قانون النفط والغاز لتنسجم مع جميع الجهات. وأوضح رئيس لجنة التشريعات النائب علي شداد أن هناك من يرى إلغاء قانون شركة النفط الوطنية من قبل المحكمة الاتحادية، لكن في الحقيقة أنه تم إلغاء بعض نصوصه وإيقاف تشكيل هذه الشركة، وبالتالي توجد حاجة لمجموعة من التعديلات حتى يشرع قانون النفط والغاز. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 78% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 163 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 199 مليونا و123 ألفا و90 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أن حصة كردستان العراق من الموازنة المالية لعام 2023 هي 16 تريليون و400 مليار دينار. وقال كريم أنه حتى الآن وبالرغم من بقاء شهرين فقط على انتهاء السنة الحالية، فإن بغداد ومع إيرادات المنافذ الحدودية في كردستان العراق، فإن مجموع ما أرسلته لكردستان لم يتجاوز 8 تريليونات ونصف، وهو ما يعادل 48% من حصته في الموازنة. كشف خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي عن أسباب انخفاض أسعار العقارات في كردستان العراق، وأوضح الخبراء أن هناك جملة أسباب وراء انخفاض أسعار العقارات في مدن كردستان العراق، أهمها أزمة الدولار وعدم استقرار سعر صرفه، لأن أغلب المجمعات والدور السكنية تباع بالدولار، وهذا أدى لعزوف المواطنين الكرد وحتى من الوسط والجنوب عن القدوم لكردستان العراق. كشفت مديرية قسم غاز السيارات في وزارة النفط عن إنشاء أكثر من 100 محطة غازية ونصب منظومة الغاز لأكثر من 50,000 سيارة في العراق حتى الآن. وبيّنت المديرية أن العمل يسير لتحويل كل المحطات إلى غازية باستثناء المحطات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة، إذ توجد ملايين السيارات التي تعمل بالبنزين، بينما يبلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز نحو 50,000 سيارة، مشيرة إلى وجود 26 ورشة منها 8 في بغداد لنصب منظومة الغاز للسيارات، وعناوين هذه الورش متوفرة على موقع الشركة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.